بالبداية صار عندي ترددات، بس بعدين من شفت الحياة وتخالط مع الجروب فاميلي شفت الحياة يعني شوية سهلة، وقمت أتعلم شوية شوية. أنا ما صدق، بس هي الحياة تجارب، الحياة تجارب، فكل واحد يتقدم للأمام مو يرجع للخلف. فأنا بدرت هاي المبادرة وتقدمت لي قدام، لأن أنا عايش بهاي البلد لازم أجتمع وياهم وأطلع على أمورهم ويطلعون على أموري. بالنسبة لازم كل شخص يصير بهذا البلد لازم يصير اختلاط معهم، يعرف حياتهم ويعرفون حياته، لازم يصير تخالط ما بين الطرفين على مود يفهموا ويفهمه. أحلى تجربة بحياتي ويا جروب فاميلي أن تعرفت على ناس طيبة. بالطبع أظل أستمر مع ستيفان والتانية، بالطبع، لأن حياتي تغيرت للأحسن. كنت يعني بس بيت مدرسة، فبالمسرح تغيرت هواي أشياء بحياتي.